الفار. والله شيء حلو. بام بام ايوه. هلا حبايبي الكراب، كيف ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام. جينا لكم مقطع جديد يا اساطير. مقطعنا اليوم كما ترون اعزائي الكراب، طبعا قبل كل شيء لا تنسون شبع السحب، سحبنا بس سحبه خطط بسيطه بس لانه كنا عم نظبط بعض الاشياء ونظبط بعض الامور بس، ولكن ان شاء الله رح نرجع شوي افضل وافضل، هيك رح نظبط الوضع ورح نرجع بشكل مستمر على البثوث مباشره. كمان بس بعتوا شوي وقت شباب، وبدنا دعمكم الله يسعد ياكم يا شباب. لكل اسطورة عم يشاهد المقطع يحط لنا لايك، يعمل مشاركه، يعمل كل شيء بلوس. اوكي اول مره تخلينا هون مثل ما انتم شايفين باللعبه، هون عندنا اضافات متواجده. على الاول احد الاضافات عندنا هون تعديلات على السلاح اول ما تواجده، هون التحديث الجديد طبعا كثير متحمس شباب. وهون عندنا كمان شخصيه جديده، اوكي راح نشوفها مع بعض. كثير من الاشياء شباب تغيرت باللعبه صراحه، طبعا بمناسبه السنه السابعه للبري فاير، صار لها 7 سنين يا جدك حبيبي والله. اوكي هون عندنا حاطين اضافات بالمتجر كمان، اشياء جديده كمان، وكثير كثير من الاشياء راح نشوفها مع بعضنا ان شاء الله بهذا المقطع يا طيبين. اوكي انا كنت متحمس كثير لهذه الساعه يا شباب، حبيت ادخل شوفوا لي معلم، شوفوا لي البيك القديمه ديم. والله صراحه شيء باللوس. اوكي انا ندخل هيك نعمل شوف جيم هيك، ندخل جيم خفيف لطيفه. اوكي نجرب نشوف الاشياء المضافه باللعبه، فهمتوا علي كيف؟ طيب شوفوا رقم 7 هون، شوفوا رقم 7 هون ديم، شوفوا البوابه الموجوده فوق يا شباب. على الخريطة فيها اشياء زرقاء على الخريطة. واو. انا نحاول ندخل على هالبوابة. حسيت ندخل على هالبوابة نشوف شو راح يطلع لنا. ايوه. ندخل على البوابة نشوف شو راح يعطينا هون. ايوه. طبعا انا شلته بسبب طويل بس، ولكن هون بس يعني اوه يا سلام عليك. طبعا هون شباب لازم نجيب اللوت. واو البيك القديم اقسم بالله. يا اخي يلا شباب سبع بصراحة انا افضل ترجع على البيك يا شباب. يلا اتفرج 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 اتفرج. هون التوكن مشان نجيب ال شو اسمه النقاط. والله شيء حلو. بام بام ايوه. طيب معنا كم صار عندنا؟ اوووه جمعوا لنا 1500 وعلى البيك. يا الله مين منكم لعبت فري فاير؟ كان موجود بهالفتره، مين منكم بلش فري فاير يتذكر هالفتره؟ شوف طبعا قد جدادات ممكن ما يعرفوا هذا الشيء صراحه يعني. ديم اوكي ايه اوه نسينا لازم نروح ناخذ نروح بطاقه شراعيه ولا شلون؟ 6 7 ايوه ايوه اوه ديم ديم. هون راح ندخل هون اوكي ولحقنا باخر فتره. اها هنا اقدر اوه على حسب التوكن جمعته اقدر اشتري فيه اسلحه. والله النقار عاجبني انا، راح ناخذ بي 40 نسوق هون. يا سلام ام بي 40 باللوز. اوه هذا ام بي 40 اوكي معدل اسلحه معدله. اوه والله شيء حلو ها، عن جد شيء حلو. اسلحه معدله. اي والله معدله حلو. خلينا نشوف البي 40 جرب. واه فيه سرعة. يلا ندخل على الرقم 7 نشوف. لا مو هون. نطلع نرجع إلى الساحة معلم. يا سلام. والله شيء حلو صراحة شيء حلو. أوكي هيك عم نرجع للبيك الجديد الآن. بس لو كانوا يرجعونا شيء خريطة البيك القديمة حلو بصير كمان. في فايتات. وي. ابعد. هون عم نجرب. ايوه سامعكم. واو والله شيء حلو. والله شيء حلو. في هنا اشياء. سبولي. بوت بوت بوت. حلو. والله شيء تمام. تمام شو اللي دخلت الجيم شفت شو في طاقات الخضرات موجوده على فوق. اوه في صناديق. واو. والله صناديق حلوات هون معلم، فيها لوت وما لوت واشياء حلوه. هون في اشياء زرقاء هي الخضراء على اليسار، شو هي؟ ليه؟ اسمع شو؟ اوبا ثواني شوي. ايوه لقد تم اقصائي هنا، هذه هي الغنائم. لوت صاحبك معلم هون صاير هون. ايوه لوت صاحبك شباب، لوت صاحبك بيطلع هون. اللوت صاحبنا اللي بيموت هون معلش تاخذ لوته. لا ممكن انا ما اعتقد تاخذ لوته، يعطيك شويه لوت. قول لي شو هون؟ اوه بوتات معلم. طبعا داخل جيم كلاسيك بس ندرب بس. قول ترج والوال هون تغير الشكل، كل شيء تغير اشكالك. ايوه صرت تقدر تفتح الصندوق عن طريق الكابتشر. اوه والله شيء حلو. معكم
بوت 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 مجرب. والله شكل البيك مع اللعب شيء خطير عجيب. اقعد نستنى شوي نشوف الوضع شو راح يصير هون. ايوه هون فتح لنا الصندوق، عملنا الحركه فتحناها. والان اوه ركزوا على اليسار فوق، هون عندنا الدويره تكشف لنا العداكه بنفس الوقت. والله شيء حلو هي ترى، شغله شغله كثير حلوه كثير. ها ما في سنايبر صار، والله من زمان ما شفت سنايبر بالمستودع. شكله حطوا سنايبر هون ولا كيف يا جماعه؟ اوه هذا السلاح، هذا السلاح اللي كنت حابب اجربه. هذا هذا اصبر شوف 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 سلاح انا هذا، شوف السلاح هذا لانشر، هذا قول هذا لانشر عادي، بس كان في سلاح جربته بسبب مطول حابب اجربه مره ثانيه. ترمي بترمي بترمي مثل قنابل على 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 شو اسمه سلاح. ايه هذا السلاح الجديد، ترمي قنابل مثل القنبله على الثلج عشان تحترق سرعه، يعني قنبله محترقه. يا سلام عليكم. اها اوبا هون عنا اضافة حلوة كمان، صار يمكن منطير منسافر. شو هي معلم، شلون نستخدمها هي؟ انا لازم استخدم حط اف. اوبا يا سلام عليك، اولو لو 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 لو، والله شي حلوة عجبتني. هاي جد شي حلوة باللوسة. بس المشكلة هو بشوف هذا التحديث راح تشوفوا اللاعبين بكل مكان، اوهي بوت راح تشوفوا اللاعبين معلم بكل مكان، انتبهوا يمكن راح يعمل هروبات تكتيكية من هنا. شوف شوف مرة ثانية يا جدك، اوه شو اللاعبين، شوف 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 اي واحد نعمل له سبرايز مثلا. قولي 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 ما له شايف شيء. معكم اوكي طبعا بوتات عم بلعب، شو بلعب جيم كلاسيك عادية عشان نجرب فيها التحديث باللوز. طبعا هون انا مش شايف على اليسار، على اليسار في عندنا شيء اسمه احتلال السكرة السابعة الثانوية السابعة حبايبنا. طبعا هون شيء فاهم لما شيء فهمته عم تكتبوا بالتعليقات. معقول نحصل على هذا السكين؟ انا هيك لعبة هي جايزة كبرى اكيد جايزة رح نحصل عليها. سكين صراحة كثير كثير حلو اوكي مع ثلجة. وشباب ما تنسوا تاخذون ها حبيبي والله شيء بلوز. طبعا اكيد في كثير اشياء موجوده باللعبه لسه حتى انا ما شفتها، اكيد رح نشوفها شباب مع بعضنا افضل واكثر. بالنسبه للاسلحه شباب ما رح نقدر نجرب كل الاسلحه حبايبنا والله، بس ولكن رح نمارسها مع بعض اكيد انتم مارستوها كمان. اعطوا رايكم بهذا التحديث كمان، شو رايكم بهذا التحديث؟ البلاي ترى حلو ما حلو صراحه عجبني. الاضافات اللي رجعنا فيها لورا مع البيك ما فيك لحاله يعني شيء باللوز صراحه يعني. الصراحه رح حصلت شغله بالتحديث هذا كمان، الشخصيات يا جماعه الشخصيات عن جد شيء غريب عجيب صار يا اخوان. هون عندنا مثلا سكايلر، هون حد الاستخدام عندنا عم يقول لك مره واحده قبل صارت مرتين اوكي. عندنا هون بوكونج الارض، الارض الاتهادية 200 ثانيه، هو صار عم يقول لك صارت 75 ثانيه. لا انا مصدوم، معقول هذا الشيء اللي عم شوفه انا؟ انا يعني انا ما اعرف اكتب لي بالتعليقات مظبوط هذا الشيء ولا لا يا شباب، هل الشيء اللي عم بقراه صح ولا غلط؟ اكتبوا لي بالتعليق، اكتب صح. بس عدد النقاط بالنسبه للوك هون عندنا تغيرت كمان، قبل كانت ثلاثه هون صار خمسه معلم. عندنا هون كلو صراحه ما بعرف كثير الشخصيه، المهم صار 65 متر و 100 متر، ايه صح البسكسيشن بالعادة صار 80 متر، صار اكبر اكثر. اوه كريستيانو معلم، كريستيانو كرونو معلم عم يطلع كون مده المجال قوه من 6 ثواني ل 8 ثواني صارت يعني. حبيبي والله. لا لا شباب الصراحه هذا التحديث غير شيء يعني مو طبيعي. وبالنسبه للشخصيه الجديده اللي نزلت هون شباب، شخصيه جماعيه صراحه. بكل اختصار هون عندنا شخصيه عم تقلنا بتقدر تستخدم اصبر شوي نقرا مع بعض. العلاج الاساسي اضغط على المهاره مره واحده تكوين رابطه علاجيه مع الزميل فريق مستهدف لاستعاده 3 نقاط صحه اوكي. وعندنا هون عم يقول لك كمان اقصى نطاق الرابط 20 متر تمام، المدى 20 متر اوكي، مسافه 20 متر تمام. وعلاج المركز استخدم مهاره مره اخرى لاستعاده 100 نقطه صحه الهدف اوكي. خلينا ندخل على التدريب بشكل سريع نشوف الشخصيه طيبين اوكي، نشوف كيف استخدامها كيف اموره كيف. لا وين راحت؟ اهو ادخل بشوف كيف شكلها، يعني شكلها بالشو اسمه لما تكبس الكبسه الشخصيه اوكي. هون معلم اعطينا هاي الشكل الموجود على اليمين، طبعا انا عامله شوي شفاف بس رح نظبطها شوي ثواني. ايوه هيك اعطانا معلم مش هيك تمام. على سبيل المثال هيك طبعا بالنسبه للشخصيه، الشخصيه ما يعني كيوت بنت، انا ما متعود على شخصيات بنت بس ولكن حبيبي والله اوكي. هي الشخصيه شكلها جماعيه معلم، لا لازم نلف فريق قريبون لتكوين الروابط العلاجي اوكي. هاي لازم نشوف ندخل مع شي شباب ونجربها مع بعض يلا اوكي شباب. ركس مان هلو، دخلنا هيك روم خفيفه لطيفه مع صديقي. طبعا هون شو ركسوا كيف العلامه طلعت على اللاعب مباشرة يعني عم تحدده اوكي. رح نخلي صديقنا يمشي شوي شوي ننتظر شوي اوكي. ركزوا معي كيف، شوف هون العلامة قال لك 20 متر 1 2 3 تغيرت معلم اوكي. رح نخلي هذا، رح نخلي صاحبنا هذا يدمج شوي
ونعطيه الشخصيه وشوف شو راح يصير شو راح يصير وشو ما راح يصير. حبيبي والله اوكي راح ندخل نجرب الان نشوف صاحبنا الثاني. هذا هو هذا هو هنا اوكي. ها اجى صاحبنا اوكي عم يدمج صاحبنا الثاني. ها شوف دمج كمان شوي برو. ايوه كمان شوي واحده ثانيه اوكي. هلا راح نبلش الشخصيه. ها عم يعطينا صاحبنا هون انه في علامه فوق اسمه عم دمجني هنا كمان. اسفل وقف ايوه بس فعلا. اوكي ثانك يو. هون شغلنا الشخصيه. ها ها عم بيعبي الدم. اوه بيعبي الي ولصاحبنا ولصاحبي بنفس الوقت اثنين. واو والله شيء بس هون عم خلينا نعمل مره ثانيه كبسه. اعطاه 100 بام يعني مثل دفعت 100 بنفس الوقت. واو والله شيء حلو صراحه شيء حلو. شخصيه ماشي ماشي. ها ها شو 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 عم يعبي مباشره عم بتكمل ما عم بتوقف. شايف الحداد عم يمشي عم يمشي كمان عم بيزيد بدون توقف. واو صراحه هي الشخصيه بالرومات اللي لعبوا رومات كثير او يلعبوا كلاش سكواد اللي دائما تكون جنب بعض كل جميع اللاعبين بيكونوا جنب بعض صراحة راح تنفع كثير شباب. يعني اذا اربعه بالسكواد حاطين الشخصيه وكله بيشغل الشخصيه معناها كله معناه دمك ما ينزل ابدا. حلو طبعا هون في اضافه كمان شباب نسيتها ما اعرف اذا قلت لكم اول مقطع ولا اخر مقطع. المهم الاضافه كثير حلوه يا شباب اوكي. طبعا هون تقدروا تختاروا السمات اللي بدكم اياها اوكي. يلا مثلا على سبيل المثال اوكي تختار اي 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 سمات تعجبك بالاسلحه. على سبيل المثال راح اخذ الاسلحه هذا السلاح المطور غيره سكيل يعني اي سكيل بدي اياه بحطه مثلا بحط هذا هذا بس ولكن يحفظ لي السكنات الاسلحه تبعت السلاح الرئيسي. بس اضافه حلوه كمان يعني بيتش بلوس زي كرام. في كثير اشياء موجوده بالفيديو اوكي. اتمنى انكم استفدتوا بهذا المقطع حبايبنا. لا تنسونا بزر اللايك والشير وكل الاشياء الاسطوريه. نشوفكم على خير. اكتبوا بالتعليقات الاشياء اللي ما شفتها اكتبوا بالتعليقات عشان نشوفها مع بعضنا.